مروان، انا ما كنتش عارفه هم اللي قالوا لي انه مات. صدقني يا مروان انا ما كنتش عارفه ايه بالظبط. ايه اللي انت ما كنتش عارفه؟ الادويه الغلط اللي كنت بتديها له، ولا الرميه اللي رميتها له في لندن وهو عيان، ولا شهاده الوفاه المزوره اللي انت عملتيها عشان تورثيه، ولا قبره اللي حفرتيه وحطيتي عليه شاهد مكتوب عليه اسمه؟ والله يا مروان انا ما تحلفيش بربنا، هو اللي حيشني عنك دلوقتي. يا مروان انا كنت خايف عليك، وباباك كان اتجنن. مش ابويا، بس انا برضو عايز اسمعها منك. قولي لي يا مديحه ان هو مش ابويا. قولي. عايز مني ايه تاني؟ عايز اعرف ليه حرمتي اب من ابنه، وليه كدبتي على اب تاني ودفنتيه من الحياه، وليه يتمتي ابنك وابوه موجود؟ كل ده عشان ايه؟ عشان تعيشي في قصر؟ عشان يتقلك يا مديحه هانم؟ كل ده عشان الفلوس؟ ايوه يا مروان عشان الفلوس، وعشان يتقل يا مديحه هانم، ويتقلك انت يا دكتور مروان. كل اللي كنت فيه انا اللي وصلتك ليه. غور في 60 ده هي ما كنتش عايزه، بس ساعتها كنت عايش بني ادم عادي زي بقيه البني ادمين. كل حاجه عملتها كنت بعملها عشانك انت، عشان اجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك، عشان ما تشوفش اللي انا شفته قبل ما انت تيجي. انت اتولدت في قصر وانا اتربيت في الشوارع، انت كنت بتاكل وبتلبس وانا كنت بجوع وبدور على حته تداريني من البرد. انت عشت وغلطت وشفت واتجوزت، وانا يوم ما اتجوزت حاوي في سيرك. كنت راضيه يا مديحه؟ راضيه؟ راضيه بايه؟ بلفنا على الموالد عشان نلم النقطة، ولا نومتنا على الأرض؟ راضية وأنا بتشعلق وبتنطط على الحبال عشان أسلي الناس اللي معاهم فلوس، اللي جايين يتفرجوا علينا زينا زي الحيوانات اللي في السيرك؟ لا يا عبد الهادي، أنا عمري ما كنت راضية، وأنت عارف كده كويس. أنت بس اللي ما كانش فارق معاك. رحت ملبسة قضية، لبست يا أبويا قضية مخدرات عشان تطلقي منه، مش كده؟ قلت له يطلقني وهو اللي ما وافقش. مرضيش يسيبني، مرضيش يسيبني أشوف نفسي بعد الذل اللي اتذليته معاه. وبعدين ربنا بعت لي اللي يقدر يعوضني، واللي يقدر يديني كل اللي كان نفسي فيه. كنت عايزني أسيب كل ده وأختار أبوك. طول عمرك ما بتفكريش إلا في مصلحتك وبس. أيوه، ما بفكرش غير في نفسي، عشان ما لقيتش حد غيري يفكر فيا ولا يحس باللي كنت حاسة بيه. ايه جايين تحاسبوني عشان بقول لكم عايز اعيش؟ لا، اصحوا وحاسبوا نفسكم الاول. انت اخترت السيرك باللي فيه، وهو اختار يتجوزني عشان عارف اني هوافق عليه عشان فلوسه وبس. وانت عمرك ما حبيتني. حاولت، بس عايز ازاي ابني يحب امه وهو شايفها بتقتل ابوه كل يوم وبتمنع عنه الدواء؟ صدقيني انت ما ينفعش تكوني ام. ولا كنت عايزه ابقى ام، ولا عايزه حاجه تفكرني بابوك، ولا ترجعني ليه، ولا تجيبه تاني ليا. بس انا جيت واللي حصل حصل، بس انت ما ضيعتيش الفرصه، وخدتيني وكتبتيني باسم راجل تاني عشان تكوشي على كل فلوسه، ولما وقع كتبتي عليه الموت. وهو ده عايش؟ ما هو قدامك اهو، لا حاسس ولا دريان بكل اللي بيجرى من حواليه. وبعدين انت محروق قوي عليه ليه؟ لا هو ابوك ولا فاكر حتى انت مين. كفايه، اتجوزني بفلوسه وما سابنيش اتهنى بيها. قلت لك كفايه. حرمني منها وهو عايش، وسمعته وهو بيقول لك الفلوس كلها بتاعتك، واوعى تديها حاجه، دي مش ام. وحتى بعد ما قلت انه مات وقلت انك انت نسيت، اتضح ان عمرك ما نسيت كلام سالم ليك، وانا اللي تعبت واستحملت وشقيت، وفي الاخر انت اخدت كل حاجه. كفايه كفايه، حرام عليك. كفايه. لا مش حرام ومش كفايه، الفلوس دي بتاعتي وانا اللي استاهلها. دي تمن العيشه اللي عشتها والذل اللي شفته، تمن المر اللي شربته وهرج جدتي. الفلوس دي انا اللي استاهلها، انا اللي عشت فيها، انا اللي استاهلها. ماما مديحة. ماما مديحة، كلم الاسعاف، كلم الاسعاف. ايه يا بابا؟ في ايه؟